المراقبة كانت جيدة مع العلم كنا ضيعنا بزاف ديال الفرص، كنا نفوز بأكثر من هدف. إن شاء الله في قادم الأوقات إن شاء الله غنزيدو نعطيو لو بليس إن شاء الله، ونزيدو نرضيو الجماهير المغربية إن شاء الله اللي متعطشة لشي لقب قاري إن شاء الله. وطبيعة الحال فالمنتخب الوطني فمنتخب كبير، وما غيجي ليه ضروري مدرب كبير باش يدرب لاعبين كبار اللي كيلعبوا خارج الديار المغربية. فكنتمناو إن شاء الله مع نتبعوا التعليمات ديال المدرب إن شاء الله، ونكونوا واجدين إن شاء الله إن شاء الله في إقصائيات كأس العالم إن شاء الله. كنظن المدرب كيتعامل معنا كاملين بحال ما كيفرقش ما بين اللاعبين. فكنظن قبل المباراة حفزني وقال لي هذه المباراة الأولى ديالك، فما تحاولش زعما دير بزاف ديال الحوايج، لعب سامبل وان شاء الله يكون الخير. فكان عطى الاكل ديالو والتحفيز ديالو. مباراه زوينه، كان عندنا الفرص بزاف باش نماركو اكثر من هدف ولكن ما جابش الله، ولكن الحمد لله الدراري لعبوا ماتش زوين، لو كوتش شاف كاع اللعابه، والحمد لله في المستقبل ان شاء الله غادي نكون ان شاء الله شي فريق زوين ان شاء الله باش نديروا نتائج ايجابيه ان شاء الله. ان شاء الله ils vont porter leur fruit. Donc c'était le premier rassemblement. Il y a eu des bonnes choses sur les deux matchs. De là, on a réussi à gagner ce deuxième match. Comme j'ai dit à vos confrères, c'est vrai qu'offensivement, on a raté beaucoup d'occasions. Donc c'était pas facile et j'espère qu'on va travailler offensivement pour marquer plus de buts, Inch'Allah. On a le plus important, Arbahna a le match. On a peut-être dans la. On voulait faire un peu mieux, mais Alhamdoulilah, on a. Plus important, on a renoué avec cette victoire. On avait envie nous aussi, offensivement, de marquer Oktar, voilà, qui m'accepte. On a fait un travail. Et voilà, il faut continuer. C'est difficile après l'échec de la Coupe d'Afrique. Voilà, qui nous connaît, voilà, j'espère que, en tout cas, on va tout faire pour l'aider, que lui aussi va nous aider pour que le Maroc soit au top du top. Bah. المره الاولى دونك ترينا معهم 16 ديال 10 ايام، سي الديبي، مي الي اونيت الي فران، اي جيسبر كو سا فا بيان سباسي دان الفيشر ان شاء الله. با جيسبر ابري جو بونس كو سي تو ديبان دي جوار كي ا لي بريزانس كي فون افيك لور كلوب، اي بي سا لو دو فار سي شوا، اي فو فولوار لي ريسبكتي. كما كندير انا في تطوان، فهمتي، انا في تطوان وعائلتي كامله في تطوان، وديما كندير الحمامه، فهمتي، يعني مدينه تطوان، ولكن كنهدي البيوت ديالي كاملين كنماركيهم في لا ليغا، كنهديهم كاع المغاربه، فهمتي، يعني ماشي تطوان ولا راه كاملين باسبور خضر كاملين بحال، وان شاء الله كنتمنى نسجل اهداف باش نعاون المنتخب الوطني.